اهلا جريد فور، عاملين ايه؟ انا اسمي حلا، النهارده هنذاكر ليسن جديد في الساينس. مستعدين؟ نحضر ورقه وقلم، كوبايه عصير، يلا بينا نبدا. هلو جريد فور، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. مع بعض النهاردة ان شاء الله هناخد lesson 2 من concept 2 في unit 3، والليسن ده خاص بال types of foul، انواع الوقود. سبق وكلمنا في الدرس اللي فات على الفاول. types of foul احنا عندنا نوعين، في عندنا bio foul وفي عندنا fossil foul. البايو foul من اسمه bio، يعني حيوي، يعني حاجة living، حاجة حية، يبقى حاجة لسه عايشة، plants لسه عايشة. اوكي، ده البايو فاول من الليفنج اورجانيزم اللي كان بي بلانتد، اللي هي البلانتس. الفوسيل فاول من البلانتس والانيمال، لكن ما يكونوش عايشين، يعني بيكونوا ديد، خلاص ماتوا، اند بيرد اند ديكومبوزد، واتدفنوا واتحللوا فور لونج تايم. خلاص، فالفرق ما بين البايو فاولز والفوسيل فاولز ان البايو فاولز ده ليفنج اورجانيزم، لكن الفوسيل فاولز هي ريمينز اوف بلانتس اند انيمال، البقايا بتاعه البلانتس والانيمال. Okay, the biofuels made from living organisms that can be planted, اللي هي plants. في عندنا ثلاث أنواع من biofuels. إيه هم؟ The wood, the charcoal, the grass, the corn, the wood chips. الود اللي هو الخشب بتاع الأشجار اللي احنا عارفينه، الشجرة عايشة بناخد الخشب بتاعها ولما نحرقه ده يدينا فول. اوكي، يبقى الود ده the oldest fuel that is still used around the world، بيستخدموه في كل انحاء العالم المعروف، الخشب بتاع الشجر. بعد كده عندنا الشاركول اللي هو الفحم اللي جاي من الخشب بتاع الشجر. اوكي، يبقى الشاركول ده is made from wood and it's an important fuel. بعد كده عندنا في other types من البلانتس، زي ايه؟ زي الجراس، الكورن اللي هو الذرة، والوود تشيبس اللي هي الرقائق بتاعة الخشب، الخشب اللي احنا بنشوفه يا ولاد، اللي هو الرقائق الخشب ده. ده بيستخدم to make liquid fuel، انه نصنع منه وقود سائل. يبقى تاني عندنا الود والشاركول وعندنا الجراس الكورن الوود تشيبس، كل دول بايو فيولز جايين من living organism اللي هو البلانت. البايوفيولز طالما ان هي نباتات عايشة، يعني احنا نقدر نزرع بلانت ونستفيد منه، معنى كده ان احنا كل ما ناخد من البلانت يجيب لنا تاني، نقدر ان احنا نحصل عليه تاني، يبقى هو حاجة اسمها renewable fuel، يعني وقود متجدد. يعني ايه متجدد؟ can be continually renewed as plants grow، يعني كل ما النبات بيكبر يجيب لنا خشب، احنا نقدر ناخد الخشب ده ونزرع نبات تاني فناخد خشب تاني، نزرع نبات تاني ناخد خشب تاني. فمعنى كده ان دي حاجة متجددة ما بتخلص. اوكي، لكن لابد ان احنا نحافظ عليها. يبقى تاني البايوفيولز دي renewable fuels، وقود متجدد. يعني ايه وقود متجدد؟ they are be continually renewed as plants grow. Although the biofuel are renewable energy resource، مصادر من الطاقة اللي بتتجدد المتجددة اللي هي ما بتخلص، يعني they should be conserved، لازم نحافظ عليها. اوكي، اول حاجة using wood as fuel requires cutting down، تقطع الاشجار، ودي حاجة طبعا مضرة بالبيئة، لازم ان انت تحافظ شوية على الفول اللي عندك. كمان ده بيؤدي cutting down trees at a faster rate than they can grow، يعني ايه؟ انت بتقطع بمعدل اسرع بكتير من الشجرة ان هي تكبر. يعني انت عندك مثلا الشجرة بتكبر مثلا كذا سنتي في السنة، اوكي، فعلشان توصل النمو الكامل بتاعها بتاخد سنين كتير قوي ان انت تقدر ان انت تقطعها وتستفيد منها. فمعنى كده ان انت معدل قطع الشجر اعلى بكتير من معدل نمو الشجرة نفسها. يعني انت هوب بتقطع الشجرة وتعمل منها فول، طب انت الشجرة اللي قطعتها دي اصلا اخدت سنين كتير قوي عشان تكبر، فهمت؟ فانت كده cutting down trees at faster rate than they can grow leads to a deforestation. Deforestation اللي هي ازالة الغابات، which has negative effects on the environment، ودي من الحاجات اللي درسناها الترم الاولاني وقلنا ازالة الغابات او cutting trees بتأثر negatively on environment.
Therefore, we should conserve using wood so that it will not run out. يعني إيه لازم نحافظ على الود اللي عندنا علشان ما يخلص. زي ما قلنا إن many trees grow few centimeters each year. بتكبر كذا سنتيمتر حبة صغيرين خالص كل سنة. While some trees reach their full height, يعني لما بيوصلوا للنمو الكامل بتاعهم أو للطول الكامل بتاعهم, it's equal human lifetime, يعني تقريبا بعمر الإنسان. عشان توصل, عشان الشجرة تكبر لنموها الكامل, ده تقريبا بعمر إنسان كامل. ف that mean إن the growth of trees take more than one human lifetime to complete their growth. So we should conserve using wood. بعد كده هنتكلم على الفوسيل فول. اتفقنا ان الفوسيل فول يعني حاجات ميتة, بقايا البلانتس والانيمال. يبقى they are fuel formed from remains of plants and animal that perished, اتدفنت and decomposed, واتحللت for long period of time, يعني ملايين السنين, وقت طويل جدا 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 اتحللت البلانتس دي والانيمال دي فعملت لنا types of fossil fuel. عندنا الأويل والناتشرال جاز وعندنا الكول. أويل والناتشرال جاز formed from a decomposition of remains of ancient sea animals, حيوانات البحر, تمام. الريمينز بتاعتها بتكون الأويل والناتشرال جاز, الغاز الطبيعي والزيت. الكول اللي هو الفحم ده تكون من decomposition of remains of plants, خلاص. يبقى البلانتس الريمينز بتاعها اللي حصل له بيرد ودي كومبوزد كون لنا الكول الفحم, لكن الريمينز بتاع السي انيمال كون لنا الاويل والناتشرال جاز. الجازولاين از فول ميد فروم اويل. الجازولاين اللي احنا بنستخدمه في تعبئه السيارات, البنزين بتاع السيارات ده جاي منين؟ جاي من الاويل اللي حصل عن طريق دي كومبوزيشن ريمينز اوف السي انيمالز. Fossil fuels non-renewable fuels, وقود غير متجدد. معنى كده اللي بيستخدمه ما نقدرش ان احنا نجيبه تاني, اللي بنستخدمه خلاص خلص. That means they are gone and cannot be easily renewed. بتاخد الاف السنين لتتجدد. فاكرين لما كنا قايلين ان الغاز الطبيعي والفحم والبترول بتاخد ملايين السنين لتتشكل, لذلك هي من مصادر الطاقة الغير متجددة. اهو ده الدرس ده. يبقى الأويل الناتشرال جاز والكول دول نون رينيوبل فيولز, غاز طبيعي والبترول والكول. فورميشن اوف كول, ازاي بقى الفحم بيتكون؟ قلنا اتفقنا ان الفحم ده جاي منين؟ جاي من الريمين بتاع البلانتس اللي حصل لها بيرد اند ديكومبوز فور ماني ييرز. الكول يا شباب مليون اوف ييرز اجو, من ملايين السنين حصل ايه بقى؟ In a large area of earth were covered in swamps. Swamps دي اللي هي المستنقعات, يعني جزء كبير من الأرض كان بيتغطى بالمستنقعات, وكان بيبقى جنبها trees. فالtrees دي كانت بتنمو جنب الايه؟ جنب المستنقعات أو جنب السوابس دي. لما plants دي died, لما بتموت, الريمينز بتاعتها بيحصل لها decomposed and covered by hundreds of meters of mud and rocks. خلاص بقى بتتغطى بطبقات كتير جدا, بأمطار كتير من الطين ومن الصخور, تمام. بعد كده due to effect of earth heat and pressure, الضغط والحرارة بتاعت الارث, بيبتدي يتكون عندنا الكول. الريمينز دي بتتحول لكول. يبقى تاني انت عندك التري كانت عايشة جنب السوابس, لما ماتت اتدفنت في الطبقات بتاعة الأرض واتغطت بالروكس والمد. بعد كده الريمينز دي اتحولت لإيه؟ اتحولت لكول due to earth heat and pressure, نتيجة للحرارة والضغط بتاع الأرث. fossil fuels اللي هي الكول والأويل والناتشرال جاز, الفحم والبترول والغاز الطبيعي, مالهم بقى؟ take million years to be formed, so they are used faster than they are formed. طبعا بيستهلكوا اسرع بكتير من هما يتكونوا. احنا اتفقنا بياخدوا ملايين السنين ليتشكلوا. take million of years to be formed, so they are non-renewable resource. السورس بتاع الانرجي بقى في البايو فيول او الفوسيل فيول
احنا اتفقنا اي سورس الانرجي هو السن، اللايت انرجي اوف السن، يبقى زي الاويل والووتر، والاثنين دول ريسورس ذات هيومن كان بي يوزد تو جينيريت انرجي، الاثنين دول مصدر للانرجي. تعالوا نشوف الفورميشن اوف اويل. الاويل كام فروم ديب ان ذا جراوند where oil from formed from decomposition of sea creatures، زي ما قلنا ان هي جايه من الديكومبوزيشن بتاعه الريمين بتاع السي انيمالز. اوكي، كونت الاويل. When sea creatures died، لما بتموت الكائنات البحريه دي، remains settled in the sea floor، الريمينز بتاعتها بتستقر في القاع بتاع البحر. Over million of years، ملايين السنين، layers of sediments، طبقات كتير قوي من الرواسب والروكس cover these remains. Layers pressed down causing extreme heat and pressure. Layers دي بتسبب حرارة شديدة جدا و pressure. واحنا اتفقنا حرارة و pressure بتحول ال remains اللي عندنا ل fuel. Okay, so over time, result extreme heat and pressure, those remain converted into oil. نفس فكرة بالضبط الكول. تعالوا نشوف التابل اللي بيقارن ما بين الاويل والووتر. الاويل احنا اتفقنا ان هو non renewable energy resource، الووتر renewable energy resource. ال non renewable energy resource يعني ايه؟ يعني مصادر للطاقة غير متجددة. يعني ايه بقى احنا اتفقنا نستخدمها خلاص خلصت، مش هينفع ان احنا نعمل مكانها. It's natural material that is used faster than it can be placed، بنستخدمها اسرع بكتير من ان احنا نحل محلها بحاجة تانية. Conservation of oil، الحفاظ على الأويل. Oil is used at rate faster than formation of new oil، طبعا زي ما اتفقنا استخدامها أسرع بكتير من انت تكون أويل جديد. So it should be conserved by many ways، احنا نقلل استهلاكنا للفول ده عن طريق ان احنا مثلا ما تركبش سيارات بتكون ماشية بالأويل. اوكي، تستخدم فيكلز تانية او public means of transportation زي العجلة مثلا. العجلة ما بتستخدمش اويل، فانت كده بتوفر في ال non-renewable resource اللي عندك. يبقى so you should reduce the use of private vehicles using public means of transportation. طيب الواتر، احنا اتفقنا ان الواتر renewable energy resource. Renewable resource معناها ان هي natural materials that can be replaced soon after it used، يعني ايه؟ نقدر ان احنا نبدلها او نحل محلها على طول اول ما نستخدمها، ما بتخلص يعني. لكن لازم نحافظ على المية، ما هو كتر استخدامنا للمية برضو هيقلل من وجود الريسورس ده نفسه. Water may not be replaced as quickly as we need it، so people should use water carefully to conserve it by many ways. زي ايه بقى؟ نحافظ عليها ازاي؟ avoid wasting or polluting water، حاول ان انت ما تهدرش كتير من الميه وما تلوثش الميه. تمام. تاني حاجه، growing plants that don't need large amount of water for irrigation، يعني ايه؟ حاول ان انت تزرع plant ما تاخدش ميه كتير للري، يعني توفر في اساليب الري اللي عندك. احنا كده خلصنا الدرس، انتوا فهمتوا كويس؟ ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.